بقى معقول طفلة تتولد للحياة جوه قبر؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ فيها يا جماعة في محافظة اسماعيلية، والكلام ده بقاله اكتر من شهر. واكتر من شهر ليه بقوله دلوقتي؟ يمكن اهل الطفلة دي يعني الرحمة تيجي في قلوبهم شوية. اللي حصل يوم الاربعاء 2 يونيو اللي فات، طفل جميل من عزبة ابو ادم في اسماعيلية، مهدي سيد محمود، عنده 14 سنة. ساعة الفجرية راح نزل في شاطئ التعاون في منطقة البلاجات في اسماعيلية، وكان قدر الله توفى غرق. المهم جه الإنقاذ وجاب الجثمان وطلعوا عشان يدفنوا طفلنا مهدي، وناس كتيرة ماشية في الجنازة ورايحين مقابر جبل مريم في اسماعيلية. والمقابر زي ما احنا شايفينها كده كلها مفتوحة، يعني مش مقفولة. وهم داخلين القبر كان اللي كان، فجأة لقوا حاجة ملفوفة، فبيلمسوا بيشوفوا في ايه اللي ملفوف ده. لقوا حاجة كده شبه هتنطق، شبه هتصرخ، اتخضوا. بيعروا اللي ملفوف ده، لقوها طفلة. قعدوا يحاولوا يعني يشوفوها هي حية ولا لا، لقوها حية، دمها لسه على الرملة في القبر. طب ايه اللي حصل؟ خدها راجل طيب اسمه محمد الشرقاوي، شغال حارس امن بسيط قاعد هناك في اسماعيلية. المهم خدها، شافها كان في رمل على 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 بقها، وكانت راسها متعوره فيها جرح كبير، الجرح كان فيه دود وحشرات، ما بقالها كتير جوه القبر. واللي اتقال كمان ان في كلاب حوالين المنطقه، وكلاب مسعوره يعني كانت ممكن تاكلها جوه القبر. خدها جري، حد اداله عربيه وخدها جري، رجع راح بيها على صيدليه قريبه، وهو شايلها ومخضوض مش عارف يعمل ايه، وراح جري بيها. الصيدلي قال له على فكره هي حيه، نظف الرمل على شفايفها وشربها بق ميه، شربته وطلعت لسانها جعانه عاوزه تاكل. خدها بسرعه نقلها بعد كده على مجمع الطب في اسماعيليه. وكانت المفاجاه، طفلة عندها ده اللي اتقال عندها شهرين، ومن واقع ما شافوها كان بقالها 4 أيام في القبر. 4 أيام في القبر، يرضي ده مين؟ طب أنا ليه اتكلمت على الموضوع ده بعد شهر دلوقتي، أكتر من شهر؟ عشان لو كانت الطفلة دي مخطوفة، اسمعوا، مخطوفة، كان زمان أهلها عاملين بلاغ، لكن للأسف ما طلعتش مخطوفة. طيب الطفلة دي هنقول لسه مولودة ومن علاقة قاسمة، فبيتخلصوا منها وبيرموها زي ما بيحصل اوقات كتير، بس دي بقالها شهرين، يعني قاعدة مع العيلة دي بقالها شهرين، يبقى ايه؟ يبقى مش من علاقة قاسمة. طب لو هي بقالها شهرين، هي الرحمة راحت فين؟ خلينا اتكلم على حاجة كمان، يعني لو بتشوفوا كمان اللفة اللي ملفوفة فيها الطفلة زي ما احنا شايفين في الفيديو، يعني شكلها بنت، يعني ايه؟ اهلها مش فقراء. طب هو مين اللي جاله قلب ده وهي قاعدة معاه شهرين ان يرميها كده؟ شهرين الرحمة دي ما عدتش عليك او ما عدتش عليكي؟ صاحبة الطفلة اللي لقوها في اسماعيلية في القبر، اللي شايلها 9 أشهر ولا 7 أشهر، يترمي كده؟ يترمي كده؟ يا ريت نعمل دي ان ايه لكل حد، ويبقى ده مثبت على البطاقه، عشان اما يتخطف طفل او اهله يرموه، ساعتها نعرف نوصل له من جديد. ده اللي لازم يحصل يا جماعه. لكن اللي بيحصل ده انا مش لاقي كلام اقوله غير في كلمتين حصلوا. من الالم اتولد الامل، من الم الفراق على الطفل مهدي اتولد الامل لحياة الطفلة البريئة دي، اللي ربنا يرحمها في الدنيا و
ويرحمنا جميعا برحمتهم اللي بنشوفه من الناس اللي ما عندهمش قلب. كل التحية. في كلمتين من الآخر مع عماد يسري.